بالعودة إلى تطورات الوضع في العراق، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة الآن، إذ صادق البرلمان العراقي على قرار المحكمة الاتحادية الأخير بإجراء الانتخابات البرلمانية في 12 مايو المقبل، لينتهي بذلك الجدل الذي كان دائرا على مدى الأيام العشرة الفائتة بخصوص موعد الانتخابات البرلمانية وما إذا كان سيتم إرجاؤها أم إجراؤها في موعدها.